في أوائل سورة البقرة ذكر الله جل وعلا أصناف الناس، فهناك مؤمن وهم المفلحون وهم السعداء، ولهذا قال ربنا عز وجل لما ذكر صفات المتقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من هؤلاء المفلحون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالغيب، إقام الصلاة، الصلاة أيها الإخوان هي سبيل الفلاح. تجد أن أكثر الناس لا يصلي، وللأسف تجد كثير من الناس ينتسب إلى دين الإسلام ولا يقيم الصلاة ولا يصلي، والذين يصلون لا يقيمونها كما يريد كما أراد الله جل وعلا، يصلي على هواه وفي الوقت الذي يريده وبالكيفية التي يريدها. ماذا ستفعل بهذه الصلاة؟ لا شيء. فقليل من الناس من يقيم الصلاة كما أراد الله عز وجل سبحانه، فهذا من المفلحين، فهذا من المفلحين. وينفقون مما رزقناهم، المؤمن ينفق مما رزقه الله جل وعلا سرا وعلانية استجابة لأمر الله، كما قال الله جل وعلا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فالفلاح في الصلاة، الفلاح في الإيمان بالله، الفلاح في الإنفاق مما رزقك الله جل وعلا سبحانه، هذا سبيل الفلاح. ولهذا عندما تقرأ هذه الآيات تريد أن تطبقها، تريد أن تعيشها. لماذا؟ لتكون من المفلحين، لتكون من المفلحين. فلا خير في الإنسان لا يسعى في طريق الفلاح ولا يريد فلاحا، إنما يبحث عن فلاح الدنيا فقط، يريد أن يفلح في تجارته وفي زواجه وفي دراسته وفي وظيفته، ولا يهمه أن يكون مفلحا في الآخرة، لا يهم أن يكون مفلحا في سيره إلى الله عز وجل. هذا لا خير فيه، هذا همه الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم كما قال الله جل وعلا. والدنيا فانية، ستفنى الدنيا وسيحط الرحال على الأمر الخالد الذي هو أمر الآخرة. فماذا ستصنع؟ كانت لك فرصة حياة، كان لك عمر قصيرا كان أو طويلا، كان يجب عليك فيه أن تبحث عن الفلاح وأسبابه، لكن ضيعت الفرصة، فماذا تقول لربك عز وجل؟ ولهذا الإنسان ينتبه كثيرا عندما يذكر الله جل وعلا سبحانه أسباب الفلاح. إذن هذه أسباب الفلاح أيها الإخوان ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ هم المؤمنون، هم المؤمنون. بدأ الله جل وعلا بهم عندما ذكر أصناف الناس وذكر المؤمنون وذكر الكافرين.